الدولة المصرية في إطار حرصها نظرا للأوضاع الإنسانية الكارثية وأيضا لسوء حالة الطقس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تطلق اليوم الدولة المصرية آلاف من المخيمات التي تستعد الآن وتنطلق إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك لتقديمها إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن كل هذه الجهود التي تقدمها الدولة المصرية، الأمر لم يعد مقصورا فقط على المساعدات الطبية والغذائية ولكن المساعدات الإغاثية التي حرصت الدولة المصرية على تقديمها إلى الأشقاء في فلسطين منذ اليوم الأول لبدء الأزمة، ونظرا لتطورات المشهد وتطورات الأوضاع في قطاع غزة وما يعانيه سكان هذا القطاع الذين يتعرضوا دائما لقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان الحرص من الدولة المصرية على التوجيه بدفع آلاف من المخيمات إلى سكان قطاع غزة، وذلك في محاولة لإنقاذ الموقف الإنساني.